السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين كشف حقيقة عودة محرز وجديد لاعبين. يعني هذا محرز لونترينير كي راه يقارن، يقول لك لونترينير غادي يروح يهدر معاه، لونترينير غادي يروح يهدر معاه، محرز لاعب جديد. انا لا تروح تهدر، لا بغيت تخسروا الوقت، نخسروا الوقت، روح نهدر مع اوليس، روح نهدر مع فيزاز هذاك، روح نهدر مع لاعبين وحدة اخرين. هذاك محرز نتاع محرز راه من 2018 كابيتان ديكيب، محرز يحتاج مدرب يروح يتلقى عنده، محرز يحتاج ديره في القائمة، ما يبغيش يجي الله يسهل عليه. دروك راه مليح، ما غادي يقول باللي راني مبليسي، ما غادي يقول باللي ما عندي دروك. انا يعني جايبو يديرو في القائمة، يحطوه امام الامر الواقع، يجي لا مليح يلعب مشي مليح يقادرو بلاصو، يقادرو بلاصو، لا مشي مليح يقادرو بلاصو، نورمال عادي. هذه هي فهم زادو هنا، هو يجيبوا لعابه، يجيب لعابه ويخدموهم ياه. قلت انا قالوا محرز جا، محرز رايح، محرز في 33، محرز في نوفمبر يلحق لك 34 عام. محرز في 33 عام، محرز فوتها صيد، دار الشكايه تاع الدرام، دار منها صيد. محرز رايح في 34 عام، محرز 2025 نوفمبر 2025 تكون عنده 35 عام. محرز كي يلحق كوب دي موند تكون عنده، يكون يخدم في 36 عام. باش دير، باش دخلوها مليح في لسانكم، باش يكون على بالكم، بالك ما راش على بالكم، في بالي ما راش على بالكم. انا لا بالك باش تروح كوب دي موند وباش تلعب باش تناقر، باش يخلق لعابه صغار اسي محمد، لعابه صغار ويكونوا ملاح. لا تدي كيما كان باغي الاخر يدي لك الشوابين، ولا مامن في الشوابين. موريتانيا ما ربحناهاش، هو مدرب الاخر حط دخلكم في لسانكم باللي ما كاش محرز ما غاديش تمشي، ما كاش فلان ما غاديش تمشي، لا تمشي لا ما تمشيش، هما وين أكدت مصادر خاصة بأن المدير الفني للمنتخب الوطني الجزائري لن يحدث تغييرات كبيرة ولا أي ثورة في الأسماء خلال معسكر المنتخب الجزائري الشهر المقبل، كما توروج له بعض الأطراف في الفترة الأخيرة، مشير إلى أن المدرب السويسري لم يفصل أيضا في قضية رياض محرز، ويخوض بداية الشهر المقبل معسكر إعدادي لمواجهة غينيا الاستوائية وليبيريا في افتتاح تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والتي سوف تجري بالمغرب، وتجري مباريات المباراة الأولى بملعب الميلود هدفي ربي يرحمه بوهران يوم 5 سبتمبر، في حين تجري المواجهة الثانية في العاشر من نفس الشهر. وشهد آخر معسكر للمنتخب الجزائري مارس وجدال واسع بين الجماهير والمتتبعين بسبب استبعاد المدرب لرياض محرز. يا ودي محرز قال له ما تعيط ليش، ومحرز التالية قبل لا يلعب، وخلينا هذا الهيصر وهذو الناس اللي داروا فيه وداروا منا يغلطوا في الناس ويكذبوا. محرز هو قال له ما تعيط ليش، من بعد محرز قبل يعني بالسبت بيان خرج، السبت خرج بيان باللي محرز راه مبليسي، ما غاديش يلعب اخر مباراتين. محرز سكت، اتحاديه دروك بيان تاع نادي كومبلي دارته، اتحاديه شافت البيان ما عيطولوش. محرز تام بعد لهم هاك، او قال لهم انا قاعد عيط، لا قالوا كذا بيت لعب، عيط تصل بيت لعب. محرز النهار لي زاتشي طرده كاين بيانات طرده، محرز عاود اتصل زاتشي قال له علاه ما نجيش نلعب انا ليك ناسيونال. هذا الخطره محرز على ما يعيط، ولا محرز عندوش هيشر بزاف. وشهد اخر يعني معسكر، خلينا هذو من فاني وقت تكهنات
يعني حي المستقبل بعض الأسماء في محاربي الصحراء، يعني أمثال يعني محرز وبعض اللاعبين آخرين أمثال يوسف ليلي يعني وإسلام سليماني، والله لا نضحك أنا من وابو الحي قديورة فاني لا كان يقولوا لما يجي في قديورة. وقال مصادر خاصة رد على سؤال بخصوص عودة رياض محرز إلى قائمة النهائية لمنتخب جزائري، اسم رياض محرز سيكون موجود في القائمة الموسعة للمنتخب الجزائري كما جرت عليه العادة في آخر معسكرين، وتابع المدرب دائما ما يضعه ضمن خياراته، وأضاف لكن وجوده في القائمة النهائية مرتبط بلقاء المزعم أن يجمع بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، مشير إلى أن الاجتماع المرتقب بين المدرب ومحرز سيضع حد للنهائي للجدال القائم بخصوص هذه القضية، لأن كل الأطراف سيوضح كل طرف سيوضح وجهة نظره، كما أن المدرب سيكشف لمحرز عن رغبته في رؤيته مرة أخرى مع المنتخب الجزائري. وكان من المرتقب أن يلتقي المدرب السويسري برياض محرز خلال معسكر نادي الأهلي السعودي في النمسا، لكن هذا الاجتماع لم يتم لحد الساعة، لكن مصادر أكدت بأنه يلوح في الأفق وسيجري قبل فصل في القائمة النهائية لمعسكر الخوض المقبل. وعن تغييرات محتملة في قائمة النهائية لمعسكر المنتخب الجزائري المقبل على نفس يعني المصادر أنها لن تكون كثيرة جدا، وتوقع أن تجري بعض التعديلات إجبارية منها غياب نبيل بطالب المبتعد عن الملاعب بسبب خضوعه لجراحة في القلب، والمتوقع أن يخلفه بنسبة كبيرة جدا النجم نادي نيس هشام بوداوي أو يعني تأنجي هذاك الحمد لله. وتقع ذلك مصادر خروج المتابع الشاب الوزداد شعيب كداد من قائمة ليفسخ المجال أمام عودة رامي بن سبعيني الغائب في الفترة الماضية بداعي الإصابة، وعاد يعني النجم يعني بوروسيا دورتموند إلى المنافسة مع بداية التحضيرات الموسمية، وتعد عودته خبر صار للدفاع المنتخب الجزائري الذي يعاني في الفترة الماضية. بن سبعيني قيل مركب ثلاث رباب خرجوا كاع بن سبعيني دار غلطة مركب روح دار غلطة مركاول السكت. ولا يستبعد يعني نفس المصادر عودة النجم نادي أندرليخت الألماني فارس شيء لخيارات المدرب بعد أن شكل غيابه عن آخر معسكر صدمة للجماهير، يعني كان كيوان وما جابهش ومن بعدها ما لكم ما. وتحدثت مصادر خاصة عن يعني كاين جدد في المنتخب الجزائري خلال المعسكر شهر سبتمبر، ويتعلق الأمر بالنجم النادي الإنجليزي عادل عواشيش الذي أنهى إجراءات تغيير جنسيته الرياضية وتحصل على الضوء الأخضر لتمثيل منتخب الجزائري، حيث سيكون بنسبة كبيرة جدا ضمن خيارات المدرب الشهر المقبل. أما اللاعب الثاني فهو الظهير الأيمن لنادي كولومبوس الأمريكي محمد فارس، والذي رفض المنتخب كندا والمشاركة في كأس العالم من أجل اللعب مع المنتخب الجزائري بصح لونترينال اللي فات ما كانش باغي يعيط له. وأكد نفس المصدر أن المدرب لجأ إلى خيار فارس بعد تألق الأخير في الدوري الأمريكي لكرة القدم، توج باللقب مع فريقه الموسم الماضي، ولأنه لا يملك خيارات جائزة في مركز الظهير الأيمن في ظل وجود كل من يوسف عطال وكيفن جيتون دون فريق حاليا، ما يعني استحالة جاهزيتهم يعني للمعسكر المقبل. أيوا كاش سوسيال مكاش كملت سوسيال كمل عليا الله ما نعرف لازم لها بزاف صالح
هذه هي اخويا. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.